حاجة ممكن أحب أتكلم عنها الحقيقة هو القصر العيني اللي احنا كلنا تربينا فيه ومن وإحنا نواب وعمالين نشوف الدنيا بتتغير حوالينا برعاية أساتذتنا. الحقيقة القصر العيني من يعتبر أقدم أقسام الأمراض الجلدية في جمهورية مصر العربية، بادي تقريبا من الثلاثينات، وخلال الفترة دي من سنة 1930 لحد دلوقتي وهنتعاقب عليه الأساتذة الأجلاء، كل واحد أضاف بصمته بحيث حصل تطور تدريجي كبير وزاد أعضاء التدريس، بحيث أن احنا دلوقتي تقريبا 100 من أعضاء التدريس والهيئة المعاونة. والميز التقدم في القصر العيني هو حب أولاده ليه، لأن كلنا الحقيقة بننتمي إلى المكان وبنحاول دايما أن احنا نكبر فيه ونقويه. حاليا القصر العيني بقى فيه وحدات تخصصيه وصلت لحوالي 12 وحده، والغرض من وجود الوحدات التخصصيه والحقيقه نتيجه وجود هذه الوحدات ادى الى عاملين مهمين جدا. العامل الاول هو الخدمه المتميزه للمرضى، لان وجود وحدات تخصصيه بتخلينا نقدر نوصل للجايد لاينز اللي هي الابديتد، لان بيبقى بيكون ناس متخصصين في برانش معين بيبقوا ديديكيتد قوي، بيقدروا يسافروا اكتر، يحضروا مؤتمرات اكتر، يدخلوا في الانترناشونال جروبس اكتر، وبالتالي ده ترانسميت الاكسبيرينس بتاعتهم للمرضى في هذه الوحده المتخصصه. الحاجة الثانية هو ان احنا بنقدر نوصل الى الناحية العالمية من الساينتيفيك ورك، بنكسبريس الاكسبيرينس بتاعتنا انترناشونالي، وابتدينا ندخل في كل هذه البرانشز في الجايد لاينز، بنغيرها وبنزودها في الانترناشونال جايد لاينز على مدى السنين السابقة. من الوحدات الموجودة في القصر العيني أهمها وأولها كانت الحقيقة وحدة العلاج بالأشعة فوق البنفسجية الفوتوثيرابي، ووحدة الباثولوجي أو الهيستوباثولوجي، وحدة الليزر، وحدة التجميل الكوزماتيك سيرجري والكوزماتيك يعني أثاتيك كوزماتيك أند سيرجيكال درماتولوجي، وحدة الفيتيلايجو، وحدة الصدفية، وحدة الووند هيلينج، في يعني وكمان عندنا وحدة الليمفوما، كلها بتدي the best service to the patients. إن شاء الله أنا هتكلم على وحدتين من وحدات اللي فيها activity عالية جدا في العيادة. الوحدة الأولى هي وحدة الفوتوثيرابي يونت، دي أنشئت من سنة 1993، عندنا 14 جهاز ما بين نارو باند يو في بي، برود باند يو في بي، بوفا أند هانس أند فيت. الوحدة دي بتخدم حوالي 400 عيان في السنة. كل الديزيزز يعني most of the diseases اللي هي بتتعالج بالالترا فايلت موجوده عندنا، ما بين السورايسز والفيتيلايجو والام اف البي ال سي باراسورايسز اتوبيك درماتايتس والسكليرودرما، دي اغلب الحالات اللي بتتعالج عندنا في الوحده. الوحده يعني قائمه في اغلبها بالجهود الذاتيه، بيبقى ليها يعني بيتردد عليها العيانين بانتظام، بيبقى ليهم فايلات جوه الوحده بحيث ان العيان اول ما بيجي بتعمل له الفايل وبيتاخد منه فول هيستوري وبيتعمل له فول اكزامينشن. بعد كده العيان بيبقى انرولد في تريتمنت بلان معينه، وبتتنفذ التريتمنت بلان عن طريق نائب ومدرس مساعد ومدرس، وبيبقى فيه سوبرفايزر كمان اسيستنت بروفيسور او بروفيسور بيتابع الحالات. واحده كمان ليها انترناشونال بابليكيشنز، بتعلي الرانك جدا بتاع البابليكيشنز بتاعتنا كعياده، وكمان البابليكيشنز بتاعت الكليه لينا حوالي من 3 ل 5 بابليكيشنز بير يير في مختلف الديزيزز. الوحده الثانيه اللي هتكلم عنها هي وحده الليمفوما كلينيك، الوحده دي انشئت من حوالي سنتين ونص، بيجي لنا فيها كل الحالات الليمفوما ريليتد، سواء الكتينيوس تي سي الليمفوما او البي سي الليمفوما او ريليتد كونديشنز، يعني كمان حالات البي ال سي والباراسورايسز انكلودد معانا في الوحده.